حصل لي الشرف أن تتقبلني فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون. وخلال اللقاء أبلغت فخامة الرئيس تحيات أخيه وصديقه فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد الشيخ العثماني. وكما حملني صاحب الفخامة أن أبلغ تحياته لأخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وخلال اللقاء كدليل فخامة الرئيس حرص الجزائر شعبا وحكومة على الدفع بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وهذه فرصة لأذكر أن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين هي علاقات ضاربة في القدم ولها جذور مبنية على علاقات الدم وعلاقات تاريخية بين الشعبين الشقيقين. وأشكركم.